أيتها الأخوات الفضليات، بادئ ذي بدء، القرآن الكريم بين أيدينا، وفي آيات كثيرة تأخذ شكل القانون، والقانون علاقة ثابتة بين متغيرين تطابق الواقع وعليها دليل. فالبطولة أن أكتشف هذه القوانين، قوانين السلامة، قوانين السعادة، قوانين نجاح الزواج، قوانين العلو في الأرض. فالإنسان، أي إنسان على وجه الأرض، حريص على أشياء عديدة، منها سلامته، سلامة وجوده، ومنها كمال وجوده، ومنها استمرار وجوده، أي إنسان. والحقيقة بما أن الإنسان آلة، بل هو أعقد آلة في الكون، والتعقيد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع حكيم وعظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فانطلاقاً من حرص كل إنسان على سلامته وعلى سعادته وعلى استمراره، فأي إنسان أراد سلامته انطلاقاً، التعبير قد لا تقبلونه، انطلاقاً من أنانيته، من حبه لذاته، من حرصه على سلامته، من حرصه على سعادته، من حرصه على استمراره، يتبع تعليمات الصانع. لأنه النقطة الدقيقة أن الأمر الإلهي بين الأمر وبين النتيجة علاقة علمية. كيف؟ افرضنا باب بيت له بابان، والأب أمر أولاده أن يستخدموا باباً واحداً، ماشي، فإذا خالف ابن أباه قد يعاقب، لكن ما في علاقة بين خروج طفل من باب وبعد في عقاب. هذا الباب في أصل تصميمه للخروج، لكن الأب وضع هذه العلاقة، قال هذا الباب ممنوع الخروج منه، بنسمي علاقة وضعية. أما حينما يضع الابن يده على المدفأة المشتعلة تحترق، هي علاقة علمية. فرق دقيق بين علاقة وضعية الأب وضعها، وما في علاقة بين المخالفة والعقاب، وبين علاقة علمية. العلاقة بين المخالفة والعقاب علاقة سبب بنتيجة. يجب أن نعتقد جميعاً أن العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، والعلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية. فانطلاقاً من حرص الإنسان على سلامته، ومن حرصه على سعادته، ومن حرصه على استمراره، الإنسان متى يستمر؟ الإنسان سيموت، لكن حينما تربي الأم أولادها، أولادها استمرار لها، استمرار لها. إذاً هذه الحاجات الثلاثة في الإنسان، السلامة بالاستقامة، والسعادة بالعمل الصالح، والاستمرار بتربية الأولاد. هذه الحاجات الثلاثة الكبرى في الإنسان محققة في الدين. فإذا استقمنا على أمر الله حصلنا السلامة، وإذا عملنا أعمالاً صالحة حصلنا السعادة، وإذا ربينا أولادنا حصلنا الاستمرار. مرة عندنا في الشام خطيب من كبار خطباء الشام توفي رحمه الله، أثناء التعزية قام ابنه وكان خطيباً كأبيه تماماً، أنا بكيت، قلت إذاً لم يموت الأب، ما دام الأب ترك ابن بأعلى مستوى من العلم إذاً ما مات. أقول لكن جميعاً، إن ربيتم أولادكن وبناتكن تربية إيمانية صحيحة فالإنسان استمر بأولاده. أنا مئات الشخصيات، والدي رحمه الله علمنا كذا، وجهنا كذا. فأنا أقول العمل الذي يستمر بعد الوفاة
تربية الأولاد، الأولاد استمرار، فالسلامة بالاستقامة والسعادة بالعمل الصالح، وتربية الأولاد من أجل الاستمرار. شيء آخر، الإنسان عقل يدرك، قلب يحب، جسم يتحرك، هذا له غذاء وهذا له غذاء وهذا الجسم له غذاء، فالذي يلبي حاجات العقل بالعلم والقلب بالحب السامي والجسم بالطعام والشراب يرقى يتفوق، والذي يكتفي بجهة واحدة يغذيها يتطرف، والفرق كبير بين التفوق والتطرف. فلذلك الآن كأم، ما الذي يجعل أولادها يلتفون حولها؟ أو لا سمح الله ينفضون من حولها؟ هناك قانون في القرآن الكريم اسمه قانون الالتفاف والانفضاض. قال تعالى، دققوا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا، بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد من خلال اتصالك بنا كنت ليناً لهم، فلما كنت ليناً لهم التفوا حولك. هذه الآية يحتاجها الأب، الأم، المعلم، المرشد، الشيخ، الداعية، الداعية ذكر أو أنثى، كل منصب قيادي يحتاج لهذه الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم. اتصلنا بالله اكتسبنا رحمة، الرحمة انعكست لين، اللين نتج عنه التفاف، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هلأ بعد عن الله قلب قاسي، القسوة انعكست غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض من حولك عنك. لا تقولوا الكلام مبالغ به، مئات الأسر الأولاد انفضوا عن آبائهم وأمهاتهم، ومئات أخرى التفوا حوله. فقانون الالتفاف والانفضاض يحتاجه الأب، يحتاجه الأم، يحتاجه المعلم، يحتاجه المعلمة، يحتاجه الداعية، بل يحتاجه أي إنسان يحتل منصب قيادي. ولأن الأب والأم أول قادة في الأسرة هم في أمس الحاجة إلى هذا القانون. فبما، هذا قرآن، كلام خالق الأكوان، والباء هنا للسببية، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد بسبب اتصالك بنا كنت ليناً لهم، فلما كنت ليناً لهم التفوا حولك. يعني في أسعد عند الأم والأب من أن يلتف أولادها حولها، أن يبالغوا في احترامها، في برها. شيء آخر وشيء دقيق جداً له تمهيد لغوي، يعني بالمناسبة تقول اشتريت بيتاً وملعقة، سبب ما في تناسب، بيتاً ومزرعة، بيتاً ومركبة، العطف يقتضي التماثل. فإذا الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، رفع الله بر الوالدين إلى مستوى عبادته، هذا ملمح دقيق في الآية. إذن أول نقطة في هذا اللقاء الطيب أن الأب أو الأم حينما يتصلان بالله يكتسبان الرحمة من الله، هذه الرحمة تنعكس ليناً في المعاملة، واللين يدعو الأولاد أن يلتفوا حول الأب والأم. ولو كنت فظاً غليظ القلب، يعني
لو كنت منقطعا عنا امتلأ القلب قسوة وانعكست القسوة غلظة وفظاظة، عندئذ ينفض الناس من حولك. من باب أولى أن الأولاد إن رأوا قسوة أو إهمالا أو اهتماما بأشياء لا تمت إلى الأبوة بصلة. يعني كم أم أحيانا عند الجيران وأولادها في الطريق، أولادها في إهمال شديد. وأنا لي رأي دقيق، من هو اليتيم؟ أحد أنواع اليتم طفل رأى أماً تخلت أو أباً مشغولة. أحد أنواع اليتم طفل رأى أماً تخلت أو أباً مشغولة. فلذلك أول نقطة في هذا اللقاء الطيب قانون الالتفاف والانفضاض باتصال الأم بالله عز وجل وإقبالها عليه، يمتلئ قلبها رحمة. وحينما يمتلئ القلب رحمة تنعكس الرحمة ليناً، واللين يجعل أولادها يلتفون حولها. ولكن يعني ما في أم بالأرض إلا هي حريصة على أولادها، على صحتهم وعلى دراستهم، لكن الأم المؤمنة حريصة فضلاً عن صحة أولادها وعن تحصيل أولادها العلمي، حريصة على إيمان أولادها. صافي توجيه إيماني الآن يعني شيء طبيعي بأي مكان. أنا مرة كنت بمستشفى أطفال، لفت نظري الأم المحجبة تبكي والسافرة تبكي. أودع الله رحمة في قلب الأم. هي الرحمة إخواننا أخواتنا الفضليات رحمة وهبية. يعني ما أقول إنه ما لنا فيها أجر، لكن الأجر ضعيف جداً. يعني مثلاً تصوروا يطلع قانون من الدولة يلزم المواطنين بتناول طعام الإفطار، ما له معنى. كل إنسان حريص على طعامه، هذا شيء وهبي. الإنسان لا بد من أن يأكل. فلذلك الله أودع بقلب الأم رحمة من أجل أن تربي أولادها، بس التربية المألوفة صحتهم والدراسة التحصيل. أما الأم المؤمنة تسعى إلى أخلاق أولادها، إلى دين أولادها، إلى عقيدة أولادها، هذا الذي يرقى بها. الآن قالت رب إني وضعتها أنثى، امرأة عمران، الله عقب على كلامه قال والله أعلم بما وضعت. يعني هذه الأم سوف تلد سيدنا عيسى، معنى نبي عظيم كل أعماله إلى يوم الدين في صحيفة أمه. ما تتصوروا أكبر تجارة مع الله تربية الأولاد. يعني ابنك صار داعية كبير، صار عالم كبير، صار بمرتبة رفيعة جداً، كل أعماله الصالحة في صحيفتك. يعني أكبر تجارة مع الله تربية الأولاد. فهذه الآية الأولى، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا دين الأم اتصال بالله، إقبال على الله، اشتقاق الرحمة من الله، ينعكس على أولادها حنواً وعطفاً. أخواننا الكرام، كلام دقيق. الأشياء كما تعلمنا جميعاً في الجامعات وفي الابتدائي والإعدادي، الموجودات جماد ونبات وحيوان وإنسان، في غير إيه؟ الجماد شيء يشغل حيز في الفراغ، مادي له وزن وله أبعاد ثلاثة. هذا الجماد، صخرة، كتلة، قطعة من خشب. أما النبات فشيء مادي
يشغل مساحة في الفراغ، له وزن وله حجم وله أبعاد سلاسة، طول عرض ارتفاع، لكنه ينمو. زاد النبات على الجماد النمو. طيب، الحيوان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ، له أبعاد سلاسة وينمو كالنبات، لكن ويتحرك، أضيفت الحركة، جماد، نبات، حيوان. إنسان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ، له وزن وله أبعاد سلاسة وينمو ويتحرك، لكنه يفكر. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، فما لم تلبى هذه الحاجة بالعلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. حينما يهبط الإنسان عن طلب العلم ولا يسعى إليه، أي لا يهتم بالحاجة العليا فيه، والحاجة العليا طلب العلم، يهبط عن مستوى إنسانيته. يعني عفواً، الذي يؤكد إنسانيتنا جميعاً طلب العلم. أعطاك الإله العظيم قوة إدراكية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. أول كلمة في أول آية في أول سورة دعتك إلى القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، هي قراءة إيمانية، اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من أجل أن تعرف الله، اقرأ من أجل أن تطيعه، اقرأ من أجل أن تتقرب إليه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول قراءة سماها العلماء قراءة البحث والإيمان، والقراءة الثانية سماها العلماء قراءة الشكر والعرفان. اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من أجل أن تشكر. وفي قراءة ثالثة برع بها الأجانب من أجل العدوان والطغيان، السلاح الجرثومي وراءه عقول كبيرة، والسلاح الكيماوي له عقول كبيرة، والقنبلة النووية لها عقول كبيرة. لكن بعضهم قال كلمة عجبتني، قال نحن لا نستطيع أن نرد على القنبلة النووية إلا بقنبلة الذرية. حينما نربي أولادنا تربية إيمانية، هؤلاء يستطيعون أن يقفوا أمام طغيان الغرب. أيها الإخوة، لازلنا في موضوع الرحمة. إذن الرحمة عطاء إلهي، حين نتصل به هذا العطاء ينعكس لين، هذا اللين ينعكس إقبال، التفاف، هذا يحتاجه الأب والأم والمعلم والمعلمة وأي إنسان يحتل منصب قيادي. معنى ذلك أن إيمان الأخت الكريمة وإتقان صلواتها وأذكارها وعبادتها ينعكس على أولادها. الآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني الدعاء مخ العبادة، والدعاء هو العبادة، لكن فادعوه بها. الله رحيم، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. الله عدل، اعدل بين أولادك. قال له يا رسول الله اشهد أنني وهبت لابني حديقة. قال له ألك ولد غيره؟ قال له نعم. هل أعطيت غيره؟ قال له لا. قال له أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. يعني ما سامحوني بهذا الكلام، في العالم الإسلامي بلاد كثيرة لا تورث البنت، وهذا ظلم كبير، هذا تجاوز لمنهج الله عز وجل.
الإله العظيم أعطى الإناث حقهن من الميراث، فمن أنت حتى تعطل شيئاً أمر الله به؟ أخواتنا الكريمات، الإسلام ليس زياً ولا طقوساً ولا مظاهر ولا احتفالات ولا أناشيد ولا تلاوات رائعة من قراء كبار. الإسلام منهج ينبغي أن يطبق. إذاً حتى إذا أردت أن تدعو إلى الله أيها الإنسان، ينبغي أن تدعوه بعد أن تتخلق بأخلاق الله. في بالأثر نص: تخلقوا بأخلاق الله، كن رحيماً واسأل الرحيم، كن عدلاً عادل بين أولادك. يعني حتى النبي الكريم قال: اعدلوا بين أولادكم ولو في القبل. في القبل قبلت واحد ما قبلت الثاني، أنشأت عنده عقدة. اعدلوا بين أولادكم. إذن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تخلق بأخلاق الله ثم اسأله شيئاً يعطيك إياه. شيء آخر: الرحمة. في نص دقيق جداً: إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. يعني تأكدوا جميعاً، مكارم الأخلاق نتيجة لاتصال الإنسان بالله عز وجل. لكن قد يسأل سائل: في جهات غير مؤمنة بالله لكنها ذكية جداً وتأخذ مواقف دقيقة. هذا موضوع دقيق لا بد من الإجابة عنه. الإنسان يعيش بإيمانه أو بذكائه. بذكائه قد يربح الدنيا فقط، أما بإيمانه يربح الدنيا والآخرة معاً. والعمل الذكي دقيق يتوافق مع العمل العبادي في النتائج ويختلف معه في البواعث. كلام دقيق. العمل الذكي، يعني قد نعين إنسان مدير دائرة، الإنسان دارس إدارة أعمال، يقيم العدل بين الموظفين، يكافئ المتفوق، يعاقب المسيء، في مجموعة قواعد طبقها فتألق. هذا عاش بذكائه، لكن ذكائه ينفعه في الدنيا فقط، أما العبادة تنفع في الدنيا والآخرة معاً. لذلك إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً. يعني أكبر نتيجة وثمرة هي الرحمة، أساسها الاتصال بالله عز وجل. لذلك قالوا: هناك عمل رحيم وهناك قلب رحيم، والفرق كبير. ياما الإنسان يكون ماشي في الطريق يرى حادث سير، هو طبيب في حوله ناس، ما بتسمح له مكانته إلا أن ينقذ هذا الجريح، لكن لو لم يكن هناك أحد تابع السير ما وقف. هناك الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. أما رحمة الأم لأولادها، يعني بتكون سامحوني بهذا الكلام، هي رحمة وهبية، وهبية من الله عز وجل. أي أم، مؤمنة غير مؤمنة، مستقيمة غير مستقيمة، أودع الله في قلب الأم رحمة. لكن متى تكون الرحمة من الله عز وجل؟ حينما تهتم بإيمان أولادها، بصلاتهم، باستقامتهم، بعقيدتهم. هنا تختلف الأم المؤمنة عن أم عادية. أخواننا الكرام، يعني أي إنسان يرحم أولاده وقد يؤذي خلق الله كثيراً. إذاً نحن نريد رحمة كسبية ناتجة عن إيمان، عن اتصال بالله، وعن إقبال على الله، وعن اشتقاق هذا الفضل من الله عز وجل. هذه الرحمة لها أجر كبير. في شيء آخر اسمه الطبع. الطبع
طبع، يعني الإنسان طبعه أن يأخذ المال، والتكليف أن ينفقه، طبعه أن يتحدث عن فضائح الناس، والتكليف أن يسكت، طبعه أن يملأ عينيه من محاسن الطرف الآخر، والتكليف أن يغض البصر. لاحظوا، في طبع في تكليف، من تناقض الطبع مع التكليف يكون ثمن الجنة، من تناقض الطبع مع التكليف. والدليل: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اسمه تكليف، شيء ذو كلفة يحتاج إلى جهد، فلا بد من بذل جهد في طريق الإيمان، لكن هذا الجهد له نتائج كبيرة جداً. يعني أحياناً، الآن هدف العالم الاستمتاع فقط، لك مجتمع الرفاه بس، يأكل، يشرب، يركب مركبة فاخرة، يتنزه، يسهر، يسمر إلى آخره. هذا مجتمع الرفاه ما في بعده نتائج مستقبلية، ما في شيء مستقبلي. يعني إذا واحد وافته المنية وكان يسكن بأجمل بيت في الأرض، جمال البيت وأناقته وتزييناته، وأناقة الفرش، أناقة المدخل والمخرج، أناقة الصالونات، هذه تنفعه في قبره؟ لا. ما الذي ينفعه في قبره؟ عمله الصالح. فالبطولة أن الشيء الذي يدخل معك إلى القبر اهتم به، الشيء الذي يدخل معك إلى القبر هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. الأشياء الأخرى اهتم بها اهتمام مقدر بوقتها. لذلك اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. دنيا سنوات محدودة، الدنيا ساعة، اجعلها طاعة. يعني الإنسان كلكم يعلم، بيولد، بيكبر، بيمشي، بيفرحوا أهله، بيقول بابا، بيفرحوا أهله، كل ما أجا ضيف تعال سمعوا الفاتحة بابا لعمك. كبر كبر كبر، بعدين زوجنا، بعدين اشتغل، بعدين آلام بالظهر، أسيد أوريك، كوليسترول، بعد فترة النعوة طلعت. هذا الطريق الوحيد لنا جميعاً، في مرحلة بدايات نضج، الميزان بميل، تبدأ المتاعب، وهي نعمة كبيرة. أنا بقول جميع التغيرات السلبية في صحة الإنسان، لك والله صار معي أسيد أوريك، معي كوليسترول، معي وجع مفاصل، كل التطورات السلبية بالصحة أنا بسميها رسالة من الله لطيفة إلى عبده المؤمن، أن يا عبدي لقد اقترب اللقاء بيننا، هل أنت مستعد له؟ التطورات الصحية السلبية بالإنسان رسائل من الله عز وجل. فالإنسان إذا جاءته رسالة من الله ينبغي أن يقبلها وأن يستعد لما بعد هذا اللقاء. أخواننا الكرام، الآن هذه الشهوات التي أودعها الله فينا شهوة، لولا الشهوات، وقد تفاجؤون بهذا الكلام، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف؟ لولا أنك تحب المال لا ترقى بإنفاقه، لولا أنك تحب أن تفضح الناس لا ترقى بالستر. دائماً الجنة لها عمل، والعمل ذو كلفة، حتى أن العلماء سموا هذا التكليف، أنت مكلف في جهد. فإنسان إن عمل الجنة حزن بربوة في جهد، وإن عمل النار سهل بشهوة. استرخاء وأن تتحرك وفق شهواتك فقط قضية سهلة جداً، عمل النار سهل بسهوة.
سهل في معه سهو، في معه غفلة، وإن عمل الجنة حزن بربوة، في جهد. يعني لو الموضوع قربنا لكنا تقريب، لو فرضنا راكب دراجة وصل لمكان في طريقين، طريق هابط معبد أشجار جميلة أزهار رياحين، طريق صاعد غبار وصخور وأكمات. راكب الدراجة أمام واقع مريح جداً، واقع صعب جداً، لكن في منظار موضوع عند المفترق، نظر إلى نهاية الطريق الصاعد أم وجد قصر، قصر عظيم في غرف، في صالونات، في مطبخ، في كل ما يشتهيه الإنسان. أما الطريق له صعب، الطريق الهابط ينتهي بحفرة عميقة فيها وحوش جائعة، لو شاف النهايتين يتخذ قرار معاكس، يمشي بالصاعد. إن عمل النار حزن بربوة، وإن عمل الجنة سهل بسهوة. البطولة أن تصل للنهايات للبدايات، حتى في البرمجة العصبية اللغوية قال ابدأ من النهاية، نهاية الموت. الموت قدرنا جميعاً، بلحظة ينتقل الإنسان من بيت، غرف، أساس، زوجة، أولاد، أصهار، كنائن، لقاءات، ولائم، سهرات، إلى قبر. ماذا في القبر؟ في وحشة كبيرة جداً. أيتها الأخوات الفضليات، قضية الدين قضية مصيرية وقضية خطيرة جداً، تحدد مستقبل الإنسان الأبدي. الأبدي شو الأبد؟ شيء غريب. نحن إذا كان واحد هنا وأمامه ثلاث أصفار ألف، ثلاثة أخر مليون، ثلاثة ثالثة ألف مليون، ثلاثة رابعة مليون مليون، ثلاثة خامسة ألف مليون مليون، طيب لآخر الحائط، طيب لآخر المدينة، طيب للشمس. اسمعوا الكلام، 156 مليون كيلومتر الواحد بالأرض وأصفار للشمس، وكل ميلي صفر. هذا الرقم إذا نسب للنهاية قيمته صفر، فالدنيا كلها صفر، بأموالها، بمباهجها، بمناصبها، ببساتينها، بحدائقها، كل ما في الدنيا أمام الآخرة صفر. أما البطولة الآخرة، لذلك قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. يعني بالنهاية أحب نفسك، أحب نفسك، احملها على طاعة الله وعلى عمل صالح ترقى به عند الله عز وجل. فلذلك القضية الدينية قضية مصيرية. أخواتنا الفضليات، هو بالنهاية هناك طريقان، طريق الحق وطريق الباطل. الحقيقة مرة الآن، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما أن تستجيب للحق أو مصنف أنت مع من يتبع الهوى. لذلك دقق الآن، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أخواتنا الكلمات اللواتي درسنا الأدب العربي، في عنا باللغة العربية شيء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، في المعنى المخالف، يعني الذي يتبع هواه وفق هدى الله. قال لا شيء عليه، الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه، لأنه
أخذ بما سمح الله له به، ما في حرمان بالدين. الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه، يعني ما في شهوة الله عز وجل أودع في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، يعني حرمان ما في. أنا أخاطب الشباب والشابات، ما دام الإنسان صابر على طاعة الله له عند الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا معنى قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. والآية الثانية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة طيبة، خالق الكون وعد بها، هذا الوعد لكل شاب وشابة. بالبدايات الإنسان يمشي مع الله يتلقى الخير من الله، وعد الله عز وجل حق. لذلك قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو في الآخرة من المحضرين. إخواننا الكرام، يعني موضوع الرحمة موضوع دقيق جداً. في بالسيرة مواقف دقيقة عن الرحمة. من هذه المواقف لما بلغ النبي الكريم مصرع سيدنا جعفر ابن أبي طالب وصاحبيه في معركة مؤتة، وكان قد أبلى فيها بلاءً حسناً، حزن عليه أشد الحزن، وانطلق بنفسه صلى الله عليه وسلم وهو قمة المجتمع الإسلامي إلى بيت جعفر ليخفف المصاب عنهم، فألقى زوجته تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فقد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم، يعني عطرتهم وألبستهم. فقالت أسماء: لما أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره. وقال: ائتني بأولاد جعفر. فدعوتهم له فهبوا نحوه فرحين مزغردين، وأخذوا يتزاحمون عليه، كل يريد أن يستأثر به، فأكب عليهم وجعل يقبلهم ويتشممهم وعيناه تذرفان من الدموع. فقال زوجة جعفر: بأبي أنت أو أمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم، لقد استشهدوا. يعني أراد أن يتوجه بنفسه كي يخف عنه المصاب. لقد استشهدوا اليوم. عندئذ غاصت البسمة في وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تجهش بالبكاء، ثم قال: اللهم اخلف جعفراً في ولده. يعني الإنسان عنده مصائب، فرحمة النبي الكريم اقتضت أن يذهب بنفسه إلى أهل جعفر كي يعني يذكر لهم المصاب. أخواتنا الفضليات، بالسيرة في مواقف للنبي الكريم عن رحمته صلى الله عليه وسلم تفوق الحصر. والإنسان قيمته برحمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما إنسان بيتصل بالله عز وجل صار رحيم. الرحمة تنعكس على أولاده، على أخوانه، على جيرانه، على من حوله، ينجذب الناس إليه. يعني أكبر طريقة لكي يلتف الناس حولك اتصل بالله واشتق منه الرحمة، عندئذ هذه الرحمة تكون سبباً لحسن عملك الصالح. والحمد لله رب العالمين.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن.